أمي نزار برضاي عليك تدير بالك على حالك، بده يضل بالي مشغول طالما أنت غايب. دايما حاكيني يا أمي وطمني عنك، الله يرضى عليك، الله يحميك يا حبيبي. مع السلامة يا أمي، مع السلامة. يا ربي امتى بدهم يخلونا نعيش بيوتنا مرتاحين؟ لما قالوا لي انك استقلت من السلك الدبلوماسي اعتبرت الموضوع مزح، او باحسن الاحوال شائعه من الشائعات اللي عم بيروجوها عليك. وين الغلط بهذا الشيء؟ سؤال غريب فعلا. خدني على قد عقلي وجاوبني عليه. انت واحد من ادباء العالم اللي تذوقوا متعه السفر والاطلاع على العالم، وعشت كل امجاد السفارات وصالونات السلك الدبلوماسي وقصور الادب والثقافه مع كل الجنسيات وبكل اللغات، بتترك كل هذا الشيء ورا ظهرك وبتقعد بمكتب ما في غير القرطاسيه والاوراق وبتسالني وين الغلط؟ عمر انا ما حاسالك وين الغلط، انا راح اقول لك شو هالامجاد السخيفه هي اللي حققتها. صحيح عملي الدبلوماسي خلاني اشوف افخم القصور، عرفني على الملوك، ملكات، امراء، نبلاء، رؤساء جمهوريات، سفراء، وزراء، إنما بعد ما قابلتهم اكتشفت إنه الشعر وحده بس هو ملك الملوك، وإنه هنن اللي كانوا بحضرتي مو أنا اللي كنت بحضرتهم، وإنه هالقصور الفخمة عم ترحب فيني كشاعر وليس كدبلوماسي. علم سفارات بالنسبة إلي يا عمر كان متحف من الشمع، والدبلوماسية كانت قناع عم اخفي وراه ثلاث أرباع حقيقتي وتمثيلية أنا بحياتي ما قدرت أتقنها، وكل شي عملته لهلأ إنه استرديت حقيقتي، ربطت قدري بالكلمة والحرية. أول مرة قعدت فيه ورا المكتب يا عمر شعرت بكبرياء ملك، ملك استلم السلطة لأول مرة. لذلك أنا بقترح عليك إنك تترك السلك الدبلوماسي وتقعد جنبي بالمكتب، المكتب بيساعدنا نحن الاثنين. أرجوك يا عمر إنك تختار الشعر، لأنه الشعر هو الأبقى والأنقى والأرقى. شكراً كثير لدعوتك المخلصة هي، بس ما بعتقد بيوم من الأيام راح اختار هالمصير المجنون اللي عم تدعيني عليه. هاي مشكلتي يا عمر، الجنون
أكثر من 30 سنة عم دور عليه وما قدرت لاقيه. إذا كنت مفكر إنه دار النشر رح تأمن لك دخل مادي تحافظ فيه على مستوى معيشتك بتكون غلطان. القلم والكتابة ببلادنا ما بيعيشوا عصفور. أنا رح أثبت لك العكس، والأيام الجاية رح تكون هي الحكم بيناتنا. بتمنى لك كل النجاح والتوفيق، وإن شاء الله الأيام تثبت صحة كلامك. أنا مسافر على الهند، تعينت هنيك سفير فوق العادة، وتحدد موعد مع جواهر لال نهرو لسلم أوراق اعتمادي. طبعا شرف كبير لأي شخص إنه يلتقي عملاق سياسي كبير بحجم الزعيم نهرو. إنما يا عمر بتمناك إنك تنال هالشرف مو كسفير فوق العادة رايح الهند، كشاعر فوق العادة راجع من الهند. ألو نزار؟ أري روعة. لا ولا شيء، قاعد بالبيت طول النهار عم اسمع أخبار. لا ماني طالع، راسي عم جاني وأعصابي تعباني شوي. كلنا هيك علقانين بهالحرب السخيفة ومش عارفين لوين رايحين. كنت حابة بس اسمع صوتك واتطمن عليك. الله معك، مع السلامة. أنا ما رح طول، جاي ودعك بس. لوين مسافر؟ عالشام. الأوضاع سيئة ما هيك؟ كثير سيئة، كثير. شو بدك تعمل بالشام؟ ما بعرف نزار، ما بعرف، بس لما الوطن بيكون بخطر لازم نوقف جنبه مو نتفرج عليه من بعيد. أنا متشائم من هالحرب، بس يبدو أنك متشائم أكثر مني بكثير. في شيء غير اللي عم نسمعه بالإذاعات؟ أبداً، بس من مبارح الصبح لحد هلأ ونحن عم ندافع عن مواقعنا العسكرية بالجبهات الثلاثة. يعني باللغة العسكرية نحن عم نخسر الحرب، عم نخسرها يا نزار. إمتى مسافر؟ اليوم بالليل. خاطرك. الله معك. لا تقولوا شيئاً ولا تفلسفوا الأمور، فقد هزمنا ورمانا حزيران جميعاً من خلف مكاتبنا، قلب مقاعدنا، قذف كتبنا وأوراقنا وأقلامنا إلى الشارع. الهزيمة ليست عسكرية وحسب، فوراء هذه الهزيمة عصور من القهر والكبت والتخلف تراكمت سنة بعد سنة حتى انفجرت بركانا من الفجيعة في صبيحة الخامس من حزيران. لا أحد يستطيع أن يبرئ نفسه من الهزيمة، كلنا بما في ذلك الجدران والأبواب والأشجار ومصاريح الطرقات غارقون في التهمة حتى الركب. قبل هذا التاريخ كان الإنسان العربي مأخوذا برومانسية سياسية مفرطة تجاوزها العصر. كان الإنسان العربي مرتبطا بقناعات ثابتة وأقوال مأثورة ترى أن ليس بالإمكان أبدع مما كان. فانفصل الزمن العربي نهائياً عن زمن الآخرين وأصبح يدور حول نفسه. العقل العربي تعب من التقصي والكشف والبحث عن الحقيقة، فقدم استقالته وجلس في المقهى يمارس الخطابة والثرثرة. اخرج يا نزار من شحوب حزيران،
اخرج يا نزار من خرائبه النفسية، اخرج من حنجرتك الممتلئة بالملح والخيبة. زمن الغرور والعنتريات انتهى، وجاء زمن اغتيال الخرافات، اغتيال جميع الأبطال المصنوعين من مادة الحلم والتمنيات، والذين اختبأنا وراءهم قرونا لنخفي جبننا وعجزنا. الشعر بعد الآن يكون قطعة سلاح أو لا يكون. الشعر بعد حزيران يجب أن يكون هجوما على الموت في حجرة نومه، هجوم على كل أوكار الشعوذة والسحر والتنبلة والاتكال في تاريخنا، هجوم على كل المغارات التي يتناسل فيها الخفافيش، على كل البيوت السرية التي تتعاطى دعارة الفكر ودعارة السياسة في مجتمعنا العربي. ليس من وظيفة الشعر أن يتحول إلى ذئب جائع ينقض على كل شيء، لكن حين يدخل رمح إسرائيل إلى هذا المدى من كبريائنا، وحين يطعن أنسجتنا وأعصابنا، يصبح الشعر هجمة انتحارية تزلزل الأرض والسماء. بزمانه رجع أبوك من المرجة لما عرضوا جثث الزوار على الأرض، كان هيك مثلك زعلان ومهموم، وكبر 20 سنة بيوم واحد. بعد 20 سنة رجع البيت فرحان، واللي يا فايزة طلعوا الفرنساوية من البلد، بدك تعملي لي حفلة؟ لا صارت ولا رح تصير، وتعزمي كل أهل الحارة، الكبير والصغير والمقمط بالسرير. قلت له يو ليش يا توفيق؟ اللي ما قلتلك يا فايزة طلعوا الفرنساوية من البلد، وشو بدك أحلى من هيك مناسبة لتعملي فيها حفلة؟ زعلي أمي هلأ قد ما بدك، وبإذن الله رح يطلعوا اليهود من بلادنا وأعمل لك حفلة. أخت هديك الحفلة قبل ما أموت. الله يخلينا ياك يا ماما.
هديل 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 استاذ نزار استاذ نزار استاذ نزار 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 الو قولي لي روعة في لزوم احكي مع اهله عالشام؟ لا ما في لزوم تخبري حدا الدكاترة تركوه الليلة مشان يتطمنوا عليه اكثر بكره الصبح ان شاء الله بيطلع بالسلامة انا رح ابقى معه هون مسافة الطريق وبكون عندك أنا رايحة بكرة الصبح بمر لعندكم خاطر نزار بك شي حبيبي بعيد للطبيب ارتاح انا هون حدك لا لا الحمد لله الاستاذ نزار منيح اليوم بده يطلع من المستشفى لا على البيت شكرا شكرا لاتصالكم مع السلامة قال لي شوف يا أستاذ نزار نحن من واجبناك أطباء أنه ننصح المريض بالابتعاد عن التوتر والانفعال والضغط النفسي أنا ما رح أتعامل معك مثل أي مريض عالي بحالات الأزمات القلبية ومشاكل الضغط لأنه بعرف إذا قلت لك بعد عن التوتر فكأنه عم قلك بطل كتابة شعر بالعكس أنا رح قلك انفعل توتر احزن بس اكتب شعر والأعمار بيد الله أنا عجبني كلام الدكتور وبنفس الوقت استغربته فقلت له للدكتور دكتور يعني شو الهدف من وراء النصيحة الطبية المعكوسة مانك حاسس انك عم تبعتني للموت وانت مرتاح الضمير قال لي بالعكس يا أستاذ نزار انا اولا بحبك ثانيا بحب شعرك وقد ما قريته انتقلت الي لوثة الشعر فصار عندي هيك محاولات متواضعة لكتابة الشعر بس طلعت بقناعة إنه الشاعر وقت اللي أي إنسان بيقول له لا تكتب شعر ولا تتوتر كأنه عم يقول له ارتمي على الأرض وانتظر الموت فأنا وقت اللي بقول لك انفعل اتوتر بس اكتب شعر بكون عم أجل موتك مو عم عجله عجبتني الفكرة صفنت وقلت لحالي إنه هذا الطبيب
لولا أنه عم يضيع وقته بالمستشفى لكان أعظم شاعر بالعالم. هاي القصيدة يا سهيل كتبتها بجو المرض وجو الهزيمة وجو النكسة. بعد حزيران ما بقى في عصمة لحدا، ما بقى في شي بينقال وشي ما بينقال، ما بقى في أصنام غير قابلة للرجم. أنا آسف، بعرف إنه توجهك قومي عربي وخط المجلة تفاؤلي وأحلامها مشبعة باللون الوردي، وهذا الشي بتناقض تماما مع روح القصيدة. لذلك أرجوك يا سهيل إنك تفكر بشكل جدي قبل النشر. صديقي نزار، أرى لي القصيدة إذا سمحت. أنعي لكم يا أصدقائي اللغة القديمة والكتب القديمة، أنعي لكم كلامنا المثقوب كالأحذية القديمة ومفردات العهر والهجاء والشتيمة، أنعي لكم نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة، مالحة في فمنا القصائد، مالحة. بكفي نزار، هاتي القصيدة لأنشرها. في شي تاني يا دكتور سهيل. شو هو؟ هاي القصيدة مثل العبوه الناسفة، ممكن تدمر المجلة، ممكن تعرضها للإغلاق، للختم بالشمع الأحمر. وأنا يا صديقي ما بريد تكون سبب بطوريتك وإغلاق المجلة. إذا كان حزيران دمر كل أحلامنا الحلوة وحرق الأخضر واليابس، ليش بدها تضل مجلتي برا منطقة الدمار والحريق؟ رح أنشر القصيدة مهما كان الثمن. أنعي لكم يا أصدقائي اللغة القديمة، أنعي لكم يا أصدقائي اللغة القديمة والكتب القديمة، أنعي لكم كلامنا المثقوب كالأحذية القديمة ومفردات العهر والهجاء والشتيمة، أنعي لكم نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة. مالحة في فمنا القصائد، مالحة ضفائر النساء، والليل والأستار والمقاعد، مالحة أمامنا الأشياء. يا وطني الحزين، حولتني بلحظة من شاعر يكتب شعر الحب والحنين إلى شاعر يكتب بالسكين.
لأن ما نحسه أكبر من أوراقنا، لا بد أن نخجل من أشعارنا. إذا خسرنا الحرب لا غرابة، إذا خسرنا الحرب لا غرابة، لأننا ندخلها بكل ما يملكه الشرقي من مواهب الخطابة، بالعنتريات التي ما قتلت ذبابة، لأننا ندخلها بمنطق الطبلة والربابة. السر في مأساتنا، صراخنا أضخم من أصواتنا، وسيفنا أطول من قاماتنا، جلودنا ميتة الإحساس، أرواحنا تشكو من الإفلاس، أيامنا تدور بين الزار والشطرنج والنعاس. هل نحن خير أمة قد أخرجت للناس؟ يا أيها الأطفال من المحيط إلى الخليج، أنتم سنابل الآمال، وأنتم الجيل الذي سيكسر الأغلال، ويقتل الأفيون في رؤوسنا، ويقتل الخيال. يا أيها الأطفال، لا تقرأوا أخبارنا، لا تقبلوا أفكارنا، لا تقتفوا آثارنا، فنحن جيل القيء والزهري والسعال، ونحن جيل الدجل والرقص على الحبال. يا أيها الأطفال، يا مطر الربيع، يا سنابل الآمال، أنتم بذور الخصب في حياتنا العقيمة، أنتم بذور الخصب في حياتنا العقيمة، وأنتم الجيل الذي سيهزم الهزيمة. أنا يا صديقي مني مع القصيدة 100%، بس طالما نزلت عندي بالمجلة صرت ملزم بالدفاع عنها. بالنسبة للي قلته بعرفه منيح، وراح ضيف لمعلوماتك شي جديد كمان. 3/4 الرقابات العربية منعوا دخول المجلة على بلادهم، صادروها على الحدود، وبتعرف هذا الشي برتب علي خسائر خير الله. المهم توصل القصيدة للناس. بالنسبة لنزار، ما تخاف عليه من هالناحية، نزار قوي بعرفه منيح، بيقدر يدافع عن حاله بدون ما يوقع على الأرض. منظلم الشاعر إذا حطيناه تحت مقاييسنا النظرية والسياسية. شاعر متألم، غاضب، منكسر الروح، حب يعبر عن نفسه بهالطريقة هاي. لازم نسمعه نفهمه بعيدا عن الاتهامات والتصورات المسبقة. وبصراحة بدي قلكن، رغم منع مجلة الآداب اللي نشرت قصيدة نزار من الدخول للبلد، إلا أنه هالقصيدة عم تنطبع وتنسخ وبتتوزع على الموظفين والجنود وعمال المصانع وطلبة الجامعات. أنا متفق مع الشاعر نزار أباني بهالكلام. وحضرته وين كان أيام الوحدة؟ وليش ما كان يدافع عنها؟ وين كلنا أيام فشل الوحدة؟ وين كلنا أيام الهزيمة؟ نحن مثل ما قال نزار بالقصيدة، لا تقرأوا عن جيلنا المهزوم يا أطفال، فنحن خائبون، ونحن مثل قشرة البطيخ تافهون، ونحن منخورون، منخورون كالنعال. إيه بقى، لا حدا يسأل عن حدا وين كان، لأنه كلنا كنا بجهنم. اللي بيبكي على صدر الحبيبة
ما بيحق له يبكي على صدر الوطن، واللي بيمارس العشق ما بيحق له يمارس الثورة. أنا هلأ ما بقدر أتذكر كل شيء انكتب وانقال عن قصيدتي هوامش على دفتر النكسة، بس بقدر لخص لك إياه. أنا شاعر وهب روحه للشيطان والمرأة والغزل الفاحش. أنا المسؤول الأول عن هزيمة حزيران، مسؤول لأني كل شي كتبته من شعر عاطفي ساهم بإنحلال أخلاق الجيل الجديد. أنا بهالقصيدة سادي عم عذب الأمة العربية كلها وعم رقص فوق جروحها. أنا عم أحبط الهمم، عم أقتل الأمل، وعم أخدم بكلامي هاد مصلحة العدو، وبالتالي أنا عميل لازم اسمي ينشطب من قائمة العرب كلها. أنا شاعر غير وطني عم يحاول يركب موجة الوطنية. ولادتي بعد حزيران كشاعر ثوري ولادة غير طبيعية وغير مشروعة. هذا هو العالم اللي عم اكتب عنه يا روعة، عالم مصاب بالشلل النصفي، بفقدان الذاكرة، باختلاط الرؤى. بدهم يعني انهزم مرتين، مرة قدام الدبابات الإسرائيلية ومرة قدام قرارات القبيلة. ما بيحق لي أبداً أعترض على حماقات القبيلة ولا حكام القبيلة. ما بيحق لي فكر إلا بالطريقة اللي بيفكروا فيها الجرائد الرسمية وشاشات التلفزيون. لازم قصايدي تكون موظفة عند الحكومة، تاكل وتشرب وتقبض راتبها وتدعي للسلطان بطول العمر. ما فهموا أبداً إنه صراخي وصل لحد الهمجية، إن الإنسان وقت اللي بيوصل لهي الدرجة من الصراخ بتكون مساحة جرحه أكبر بكتير من مساحة الطعنة، بتكون كمية دموعه أكبر بكتير من مساحة عيونه. بدي أسألك يا روعة، هاي المسرحية اللي عم تصير تحت أنو عنوان؟ عبث؟ لا معقول؟ تراجيديا؟ كوميديا؟ كوميديا سودا؟ شو منقدر نسمي المسرحية؟ الجواب على هيدا السؤال بتوقف على قديش أخذ الحرب والهزيمة على حسابك وقديش معتبرون قضية شخصية. يمكن إذا بتنسى ترجع لحياتك الطبيعية كل هالناس بتختفي وبتصير مثل كأنه ما كان إلا وجود. انسى، أنا مستحيل أنسى أنه أنا إنسان مهزوم، شعبي كله مهزوم وأنا واحد منهم. أنا خزلني الفل، خزلني ياسمين الشام، النيل، الأهرامات، الأمة كلها خزلتني، خزلتني قلوب العشاق،
أنا حتى شعري خذلني، صار شعري مثل الشوكة بحلقي، لا أدران طلعها ولا أدران أبلعها. أنا كيف بدي أكتب شعر حب بعد هلأ؟ كيف؟ والطيارات الإسرائيلية عم تطير فوق روس العشاء، والدبابات الإسرائيلية عم تعربد على بعد خطوات من غرف نومهم. لا يا روعة، لا، أنت كمان لازم تقفي معي وتصرخي وتقولي لا. شايفة هالصالة؟ المسرح بعظمته، الناس اللي حيقعدوا فيه، الفرح، الطموح، الأمل. بوجود إسرائيل هذا كله رح يلتغي، ما رح يعدلوا أي وجود. مشكلة القادة السياسيين عنا إنه ما فهموا من عدوان حزيران غير يلي بدون يفهموه، ما شافوا من أهداف العدوان غير إسقاط النظام التقدمي بسوريا ومصر. نسوا أو تجاهلوا على أنه الصهيونية هي غير كل البشرية، ما بتعيش غير بالدم والحرب والتوسع، إنه السبب هو كسب المزيد من الأرض لتحقيق الحلم بالأرض التوراتية الموعودة. وهو مشكلة قصيتك يا نزار، إنه عم تسحب الذريعة الوحيدة من السلطة للبقاء بالحكم، وبتصوري ما رح يسكتوا عليك. أنا ممكن أفهم مخاوف بعض السياسيين، ممكن أتجاوز بعض الاتهامات اللي صدرت من بعض العواصم العربية بعد نشر القصيدة، بس الشيء اللي ما عم أقدر أفهمه يا كمال هو الشيء اللي عم يصير بمصر، واللي خرج عن موضوع النقد والحوار الحضاري. تصور إنه بعض الأدباء والفنانين والشعراء طالبوا وزارة الإعلام بأنه يحرقوا كتبي، يمنعوا قصائدي أغانيي من الإذاعات المصرية، حتى أنهم طالبوا الحكومة بأنه يحطوا اسمي على قائمة الممنوعين من دخول مصر. يعني الموضوع دخل ضمن نطاق الوشاية الرسمية يا كمال. أنا قريت معظم هالمقالات يا نزار، وحسيت بأنها صادرة من ناس مزعوجين من تمدد وتوسع قاعدتك الشعرية في مصر، لذلك ما عندهم طريقة تانية لوقف هذا التمدد إلا استعداء السلطة عليك. لهيك يا نزار، أنت ما لازم تسكت أبداً، وما لازم تعطيهم الفرصة أبداً للحقق اللي بدهم إياه. شو راح تسوي؟ أنا راح أكتب رسالة للرئيس جمال عبد الناصر، اشرح له فيها الوضع، وأنا متأكد إنه رغم كل مشاغله وهمومه راح يهتم بالرسالة ويحل المشكلة. صحيح، كنت عاوز أسألك عن الوفد العسكري اللي رجع من موسكو، قدم تقرير المباحثات ولا لسه؟ التقرير جهز، هتجيبه لسيادتك دلوقتي؟ ايوه، هاتولي دلوقتي حالا. ايه اللي في ايدك ده؟ ده جواب لسيادتك من الشاعر السوري نزار قباني. مش ده اللي كان لحن له عبد الوهاب وغنت له نجات اغنيه او اتنين؟ ايوه يا فندم. هو عاوز ايه بالظبط؟ من بعد اذن سيادتك يا ريس، انا بفضل سيادتك تقرا الجواب بنفسك عشان توصل افكار صاحب لحضرتك بكل دقه وامانه يا ريس. هات الجواب ده. طالما انت شايف كده يبقى اكيد الجواب دوت فيه حاجه مهمه. اظن كده يا ريس. شكرا، اتفضل انت. سيادة الرئيس جمال عبد الناصر، في هذه الأيام التي أصبحت فيها أعصابنا رماداً وطوقتنا الأحزان من كل مكان، يكتب إليك شاعر عربي يتعرض اليوم من قبل السلطات الرسمية في الجمهورية العربية المتحدة لنوع من الظلم لا مثيل له في تاريخ الظلم. وتفصيل القصة
أنني نشرت في أعقاب نكسة الخامس من حزيران قصيدة عنوانها هوامش على دفتر النكسة. أودعتها خلاصة ألمي وتمزقي، كشفت فيها عن مناطق الوجع في جسد أمة العربية لاقتناعي أن ما انتهينا إليه لا يعالج بالتواري والهروب، وإنما بالمواجهة الكاملة لعيوبنا وسيئاتنا. من منا يا سيادة الرئيس لم يصرخ بعد الخامس من حزيران؟ من منا لم يخدش السماء بأظافره؟ من منا لم يكره نفسه وثيابه وظله على الأرض؟ وإذا سمحت لي يا سيادة الرئيس أن أكون أكثر وضوحا وصراحة، قلت إني لم أتجاوز في قصيدتي نطاق أفكارك في النقد الذاتي. يوم وقفت بعد النكسة تكشف بشرف وأمانة حساب المعركة، وتعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وماذا تكون قيمة الأديب يوم يجبن عن مواجهة الحياة بوجهها الأبيض ووجهها الأسود معا؟ ومن يكون الشاعر يوم يتحول إلى مهرج يمسح أذيال المجتمع وينافق له؟ لذلك أوجعني يا سيادة الرئيس أن تمنع قصيدتي من دخول مصر، وأن يفرض حصار رسمي على اسمي وشعري في إذاعة الجمهورية العربية المتحدة وصحافتها. قصيدتي أمامك يا سيادة الرئيس، أرجو أن تقرأها بكل ما عرفناه عنك من سعة أفق وبعد رؤية، ولسوف تقتنع برغم ملوحة الكلمات ومرارتها بأنني كنت أنقل عن الواقع بأمانة وصدق، وأرسم صورة طبق الأصل لوجوهنا الشاحبة والمرهقة. لا أطالب يا سيد الرئيس إلا بحرية الحوار، فأنا أشتم في مصر ولا أحد يعرف لماذا أشتم، وأنا أطعن بوطنيتي وكرامتي لأنني كتبت قصيدة ولا أحد قرأ حرفا من هذه القصيدة. لقد دخلت قصيدتي كل مدينة عربية وأثارت جدلا كبيرا بين المثقفين العرب إيجابا وسلبا، فلماذا أحرم من هذا الحق في مصر وحدها؟ ومتى كانت مصر تغلق أبوابها في وجه الكلمة وتضيق بها؟ يا سيد الرئيس، لا أريد أن أصدق أن مثلك يعاقب النازف على نزيفه والمجروح على جراحه، ويسمح باضطهاد شاعر عربي أراد أن يكون شريفا وشجاعا في مواجهة نفسه وأمته فدفع ثمن صدقه وشجاعته. يا سيدي الرئيس، لا أصدق أن يحدث هذا في عصرك. بيروت في 30 تشرين الأول أكتوبر 1967. نزار قباني. متى كانت مصر تغلق أبوابها في وجه الكلمة وتضيق بها؟ الكلمة دي مش عاوزة تتكرر في مصر أبدا، على الأقل طول ما أنا موجود في المكتب ده. واحد، لم أقرأ قصيدة نزار قباني إلا في النسخة التي أرسلها إلي، وأنا لا أجد أي وجه من وجوه الاعتراض عليها. اثنين، تلغى كل التدابير التي تكون اتخذت بحق الشاعر ومؤلفاته، ويطلب من وزارة الإعلام السماح بتداول القصيدة. ثلاثة، يدخل الشاعر نزار قباني إلى الجمهورية العربية المتحدة متى أراد، ويكرم فيها كما في السابق. Oh.
الله.